وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان. هذا معنى الثيب الزاني، هذا معنى إيش؟ الثيب الزاني، نعم. زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هذه حد الحرابة الذي ذكره الله عز وجل في سورة إيش؟ المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية هذه أحكام الحرابة، نعم، وهذا باب خاص في الفقه في القصاص والحدود، نعم. أو يقتل نفسا فيقتل بها. أيوة، يقتلها عمدا، نعم، فيقتل بها، نعم، بها فقط. ولذلك قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يتعجب بعض الجهلة كيف في القصاص لنا حياة، لأن الناس في القديم بل موجود في بعض القبائل في بعض بلاد المسلمين أنهم يستمر الثأر فيهم حتى يستأصل كل العائلة، صح ولا مو صح؟ قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، قتلوا نقتل منهم، وهكذا حتى يستأصلوا شأفة العائلة كلها، وينتقون أفضل من في العائلة، يعني المبرز فيهم من حيث المكانة والوجاهة والجمال أنهم يعمدون إليه فيقتلوه. فلذلك القصاص كان حياة ولا ما كان حياة؟ كان حياة، خلاص القاتل يقتل، النفس به بالنفس، فتطيب نفوس كل الناس بعد ذلك، فيمتنع فيهم ماذا؟ يمتنع فيهم القتل. وأنا والله كنت في دولة من الدول ولا أنسى هذا المشهد، تحت العمارة التي نحن فيها، تحت العمارة التي نحن فيها كان في كده كشك صغير يبيع خبز، سبحان الله، وإذا بهذا الولد سبحان الله جاء ليشتري الخبز، وهذا الذي أتاه بالساطور وأخذ له رأسه. الله يا أخوان سبحان الله، إحنا صغار في ذلك الوقت نزلنا نشتري الخبز يعني زي أي ناس بتشتري. هذا المنظر المروع العجيب، الأذن قطعت وظلت تفرفر 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 حتى سكنت، سبحان الله. والله قطعت من فين؟ لما ضربوا هنا فقطعت إيش؟ الأذن، سبحان الله، وظلت تتحرك 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 لما فيها من هذه الروح لحد ما سكنت وانتهت. يعني كان منظر الإنسان ما ينسى إلى يوم الناس هذا، والكلام ده قبل فوق الكم، فوق الأكثر من 30 سنة، نعم، صغار أبو 8-17 سنين ذاك الوقت، شيء يعني عجيب. وهكذا لما ما احنا ما نعرف ايش الموضوع ولا نعرف ايش الثأر وما الثأر وكذا، لما كبرنا عرفنا هذه القصة، أن هذول قتلوا منهم ودول قتلوا واستمر. لكن لما يكون في قصاص، ولذلك هذه الشريعة ما نزلت إلا ليحيى الناس، ما نزلت هذه الشريعة إلا ليحيى الناس يا إخوان. بعضهم يقول لك يا أخي إقامة الحد وتجيبون السياف وإيش هالهمجية، كلا والله ما هي همجية، ما هي همجية أبدا. الآن قبائل ضاربة في جذور التاريخ في بلاد المسلمين في كل مكان، والثأر فيهم إلى يوم الناس هذا ولم يتوقف. لكن لما تقام الحدود يأمن الناس، يعيش الناس، ترغم أنفهم جميعا لقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم.